السلام عليكم، عندك الباقيت شايط؟ اجي نوريك واحد الفكره، ما كاينلاش نرميه او نضيعوه ونشريو عند هاد الفكره اللي غادي نوريكم. الخبز بالثومه والقزبر، وكاين الخبز بمطيشه من السم بالزعتر. هنايا شديت شويه الثومه شويه القزبر شويه زيت الزيتون، قطعت زيت الزيتون طحنتهم. من بعد ما طحنتهم درت شويه في هاد الكاس، لان كثرت شويه ماشي مشكل، غادي يبقى في الثلاجه غادي نحتاجوه. هذيك الزليفه درت فيها باش غادي ندهن، غادي نغطيها ونديرها في الثلاجه. من بعد غادي نبدا ندهن دوك الخبزات، قزبر ثومه شويه الملح شويه، درت شويه السودانيه باش يجي شويه حار. نسمتو نتوما الاختيار ليكم، الملحه ضروري ديري واحد شويه صافي. من بعد ما دهنتهم كامل درتهم في الطاوه، غادي نجيب عاوتاني مطيشه صوليس ديال، غادي نكبها في شي زليفه، نزيد عليها شويه الزعتر ديال التنسيم، شويه مليحه، شويه زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون لان باش كتجي زوينه. صافي غادي نخلطوها حتى هي ونبداو ندهنوا في الخبيز. لما لا، الباقيطه كيضيع علاش غادي نرميوه؟ وحنا هذه كنشريوها، حنا كتباع عندنا هكا مصايبه. يلا السلام، لما لا نصايبوها بيدينا في الدار. فكره نعطيتكم كفكره، وانتم باش ما بغيتوا تنسموه تنسموه. كم واحد ديال المطيشه وواحد ديال القزبر والثومه، الاختيار كيرجع لكم ديال التنسيم اللي بغيتوا تزيدوا معاه الزعتر ولا ها. هو دهنت كامل الصينيه من نص هكا من نص هكا، غادي ندخلو الفران. ما كيحتاجش بزاف، 10 دقائق، شعل عليه من الفوق ومن التحت. هذا هو الشكل ديالو، نتمنى ينال اعجابكم. نعطيتكم كفكره لمالا نجربوها في الدار، كيجي مقرمش وملسم صراحه غزال جا. انا كنت كنشريه، دابا ما غاديش نبقى نشريه، غنبقى نصايبو في الدار. هذا هو الشكل ديالو، واحد الحاجه صحيه، ما فيش زيت الزيتون ثومة، كل شيء صحي. هذا هو الشكل ديالو، تنتمنى ينال اعجابكم، ومع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله.